من الموبايل هتشغل العربية بتاعتك. دول 400 ريال قطري بس. قبل اي حاجة، لو انت موجود في قطر ومش متابع اخوك محمد دنف ففايتك كتير، عشان اخوك الدنف بتاع كل جديد وحصري، والفيديو ده انا جايب لك الاثنين الجديد والحصري، ويلا بينا نشوف مع بعض. مكان النهارده محلل زينة السيارات، يعني فواحات، شاشات، دواسات. باختصار كده المكان ده هتلاقي فيه اي حاجه تخص شهيصه العربيه، بس مش هو ده اللي انا عايزك عشانه. في نفس المكان برضو في جراج، بس برضو مش هو ده اللي انا عايزك فيه. انا عايزك تيجي معايا في الدهاليز بتاعه الجراج ده. تعال بقى اقول لك ال 400 ريال دول كانوا بتوع ايه. هتشيص عربيتك، هتنجد الطابلو والتكايه والكراسي، كل ده ب 400 ريال. ولو عايز تشيص العربيه اكتر هتخلي الارضيه نايلون وبيزيد عليك 100 ريال، يبقى الحساب 500 ريال. ما شاء الله عليهم، المكان ده عندهم جميع الالوان بالنسبه للقماش. خلينا نخش على الفور ويل برضه. بالنسبه للقماش العربيه كامله كراسي وطابلو وتكايه ب 650، ولو عايز تزود شويه وتعمل ارضيه نايلون يبقى ب 750 ريال. ده بالنسبه للقماش. خلينا يلا بينا نخش على الجلد. طيب نعلى بالمستوى شويه للناس اللي بتحب تنجد سيارتها بالجلد. هنا الجلد كراسي تكايه طابلو ب 500 ريال، ولو عايز تعلى بالمستوى شويه وتخليهم يعملوا لك ارضيه العربيه نايلون يبقى ب 600 ريال. ده بالنسبه للسيارات الصالون. عندهم جلد اللي هو الساده، وعندهم كمان منه المنقوش بنفس السعر يا مؤمن، مفيش اي اختلاف. طيب بالنسبه للدفع الرباعي الفور ويل، لو عايز تنجد جلد الكراسي والطابلو والتكايه كل ده ب 800 ريال سواء ساده او منقوش، ولو عايز الارضيه نايلون يبقى ب 900 ريال. واحنا لسه ما خلصناش، ده لسه في مفاجآت، يلا بينا على الباقي. بص يا صاحبي، شايف المفتاح ده اللي عامل زي مفتاح العربيه البورش؟ اهو ده مفتاح العربيه البيك اب اللي معايا. انت كذاب ابو صلاح. المفتاح ده اختراع يا كوتش، تقدر ان انت تفتح العربيه او تقفل العربيه. وخد بقى المفاجاه من اخوك الدنف، في زرار لو اتكيت عليه بمجرد ما تتك عليه ضغطه مطوله العربيه تدور. بس لسه في الجديد، انا ما خلصتش. ممكن تخش من تليفونك لو انت نسيت مفتاح العربيه في البيت او في اي مكان وانت مستعجل، بتخش من على تليفونك على الابلكيشن. ابلكيشن مجاني ما بتدفعلوش اي حاجه. ابقى معايا عشان الحته دي مهمه. ده باب السياره مقفول وانت نسيت المفتاح يا حاج. خد الحته دي من اخوك الدنب. من الابلكيشن هتقوم فاتح باب العربيه. ومش بس كده بقى، كمان خد الجديد. من الموبايل هتشغل العربيه بتاعتك. والفكره الجديده ديت انا اول مره اشوفها هنا في قطر في جراج اسمه جراج حياتي. ومكان الجراج في شارع معزر التجاري. وبخلي المهندس احمد صاحب الفكره الجميله ديت يتكلم مع حضراتكم بشكل مفصل عنها، ويلا بينا نشوف يا حاج. ومعانا المهندس احمد، وهو اللي عمل الفكره الجميله دي في العربيه بتاعتي. انا ما شفتش اي حد بيعمل الفكره دي غير الجراج ده لحد وقتنا هذا. حاج احمد صلى على النبي الاول. الف صلاه وسلام على الحبيب. الله يخليك، احنا عايزينك تكلمنا كده عن الفكره دي. طيب يا باشمهندس محمد، طبعا احنا شغالين على التطوير والاوتوميشن، وزي ما شفت النشاطات بتاعتنا في الورشه. بالنسبه للبيك اب بتاعتك طبعا عزيناها بافضل اوبشنات عندنا، والحمد لله لانك عزيز علينا جدا. الله يخليك. الشغل ده اول مره نفتحه في قطر، في الدوحه هنا في شارع مازر التجاري في ورشه حياتي لخدمات السيارات، ويا ريت الناس كلها يعجبها ان شاء الله. يا جماعه ما شاء الله، انت ممكن تاخد الاوبشن كامل، ممكن تاخد حاجات منه الحاجه اللي تناسبك، بس مش لازم تاخد الباكج كامل، تاخد بس الحاجه اللي انت عايزها او الحاجه اللي انت محتاجها. انا مثلا عشان راجل مندوب فبيكون معايا في العربيه ساعات شيكات، ساعات فلوس، ساعات عقود، فالحاجات دي انا ببقى خايف عليها. واحنا داخلين على فصل الصيف، فمثلا ساعه الصلاه ابقى عايز ان انا ادخل اصلي وفي نفس الوقت ساب العربيه شغاله والمكيف شغال عشان يرطب العربيه شويه. الاول ما كنتش بعرف اعمل كده، كان لازم ان انا اقفل العربيه، بس دلوقتي اقدر ان انا اشغل العربيه تبقى شغاله والمكيف شغال والبيبان بتاعه العربيه مقفوله، فده حاجه كويسه جدا. انا بجد فرحان ان انا ركبت النظام ده عندي على العربيه بتاعتي. ما شاء الله ناس نضاف، شغلهم كويس، سرعه في الاداء للامانه، عملوا له العربيه بتاعتي على طول. وبجد احب اشكر الجراج هنا واحب اشكر المهندس احمد. شكرا لك مهندس. تسلم يا باشا محمد. الله يخليك. تسلم كتير والف مبروك. الله يخليك. وبس كده يا صاحبي، اشوفك على خير الفيديو الجاي في رعايه وحفظ الله. سلام يا حاج.